يعني بفهم من كلامك انه اهلك تركوا الشام ورجعوا على الضيعه. ايه حلو كتير. وليش حضرتك ما رحت معه؟ شبنا دكتور، ما قلت لك انه انا ما بقدر اعيش برات الشام. صح نسيت، يعني نفسيتك تمدنت تماما. عفوا؟ لا بس قصدي انك تخلصت من رواسب حياتك الريفيه. مهند شو عم تحكي انت؟ لسه في حدا بيفكر بهالعقليه؟ شادي كيفاني نار؟ منيحه، عم تحكي وقال مبسوطه.